لا أستطيع أن أخفيكم سرا خالص، لأنه هو ما هوش سر. أنا أحب الأكل قد عينيا، وبالمناسبة أنا من المتحمسين جدا لمسألة تراث الأطعمة المصرية أو ثقافة الأكل في مصر. وأنا في رأيي أن المطبخ المصري مظلوم في أنه ما ذهبش للعالمية، بل أرجع أقول لك بقى أن في أكلات مصري بتاعتنا لفت الدنيا وما بيتقالش أنها مصري. يعني الطعمية مصري 100%. هتقولي دليلك على كده ليه؟ ده انا اقعد احكي لك بقى تاريخ الطعميه من ساعه ما بدات، من كام الف سنه، واتعملت ازاي، وفي انهي ظهرت، في انهي عصر، وبالمناسبه ظهرت من عصر الدوله الوسطى حدوته يعني. طيب تعالى اخدك بقى على جزء احنا اتكلمنا عليه قبل كده، وهو موسوعه الاكلات المصريه. وده مشروع انا بشوفه من المشروعات المهمه ده بجد. ليه تاني؟ ده نشر لثقافة مصرية، وهي ثقافة من ثقافتنا، وهي ثقافة الطعام. فموسوعة الأكلات المصرية بالتأكيد عندنا الأكلات من المحافظات المختلفة، ومن ضمنها الأكلات اللي في محافظة المنوفية. حلو؟ والمنوفية من المحافظات اللي غنية بالأكل وبيحبوا الأكل. اه والله العظيم بكلمة بجد، يعني يحبوا الاكل ويتقنوا عمايله وصنعته جدا. يعني هتلاقي بقى ايه؟ فطير، وفي فطيره باللبن ودي حدوته، كسكسي بالسكر، كشك بقى، مش الكشك الالماز، في كشك المصري ده حدوته تانية. حواديت بقى، تعالوا نتعرف اكتر على مجموعه من الاكلات المصريه، وتحديدا من محافظه المنوفيه، واصلها وفصلها قدر الامكان. معانا استاذه هاله سعيد، وهي موثقه الاكلات في موسوعه الاكلات المصريه، واصلا كمان مدرس. ازيك يا استاذه هاله؟ اهلا وسهلا بحضرتك. عامله ايه يا فندم؟ الحمد لله تمام. كلميني الاول على الموسوعه، بتعملوا فيها ايه بالظبط؟ وبعدين احكي لي حكايات الاكل يعني افتحي نفسي. الاول انا فرصه سعيده قوي ان انا بتكلم مع حضرتك. لا بالعكس، مشرفانا. الله يبارك فيك. طبعا في المنوفيه هنا مشهورين باكلات كتير، زي مثلا فطير المشلتت. ماشي. مثلا البتاو. ماشي. العيش القمح. الحاجات اللي هي في الفرن البلدي دي. اوكي. ايوه، الرز بلبن، العصيده، الحاجات بتاعت زمان دي من منتجات اللبن، اللي هو الفلاح، اللي هي موجوده عند الفلاح. القمح طبعا في الغيط والذره، فهو يعني ده الاكل اللي موجود. اللبن طبعا بيعملوا، يقوموا الصبح على الفطار كده، العصيده والرز بلبن على الفطار. يعني منتجاتنا موجود يعني من اكتفاء ذاتي يعني. لا مش بس كده، المنوفيه كمان مشهوره بطبق اللحمه بالخضار. ايوه طبعا. ولحمه محمره في السمنه البلدي. ايوه، كل حاجه بالسمنه البلدي الحمد لله. كله بالسمنه البلدي، بالذات اللحمه المحمره بالسمنه البلدي دي حلوه. ايوه قوي، جميله. أيوة. جميله. ايوه. طب احنا حاطين ايه الاكلات اللي احنا حاطينها في الموسوعه بتاعتنا؟ احنا عملنا اول حاجه الفطير، فطير المشلتت، واللهم صل على النبي، والبتاو والمنين بتاو. اللي هو بالذره، بتاو عيش ذره، الحلبه. اه يعني بتحط نسبه حلبه كده على البتاو، وفي ذره وقمح وفي حلبه. القمح ده في الصعيد عادة، تلاقي البتاو القمح في الصعيد، بتاو ذرة في المنوفية. ايوه ماشي. وايه والفطير المشلتت قلنا؟ طبعا ده لا قبله ولا بعده، فطير المنوفية مشهور. ايوه، وعملنا المنين برضو، والرز بلبن، والرز المعمر، والطاجن اللي هو فيه الرز اللي فيه الفراخ، اللي هو الطاجن يعني رز معمر بالفراخ. وفي كشك منوفي على مرقه بط، معروفه دي ولا ايه؟ يعني دي فته دي بقى. احكي لي عليها دي يا استاذه هاله. طالما دخلنا في الفته يبقى لازم تقولي لي بتتعمل ازاي في المنوفيه. احنا بنعملها بقى يعني طشه التوم بحبه الخل كده. اوكي. ومعلقه الزبده. ماشي. ونشوح العيش كده زبده في معلقه الزبده، وبعدين نحط
يعني العيش بيتحمر الاول في في معلقه الزبده، انا بعملها كده. اوكي. وبعدين بنعمل التقليه بقى ونحطها على وش العيش وشوربه البط بقى، وتبقى جميل. لسه فطرانين بقى النهارده. الف هنا الف هنا الف هنا الف الله يهنيك الله يهنيك. اشكرك جدا يا استاذه هاله، نورتينا وشرفتينا وفتحتي نفسنا. الله يخليك. ورمضان الجاي نيجي هنيجي نفطر عندك رمضان الجاي بقى، وعليكي خير. والله تشرفوا. يكتب لنا جميعا العمر، ربنا يخليكي. والله من دلوقتي. ربنا يخليكي يا رب. كل سنه وحضرتك تعيشي طيب. تعيشي وحدك طيبه يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم. قلت لكم انا بصوا اصل ايه ده، انا باحث عن الاكل غير الطبيعي. هي المنوفيه فعلا من اشهر الحاجات اللي فيها، او من اجمل الحاجات اللي فيها. احلى ناس تعمل فته على مرقه بط. كل الناس تعمل الفته على ايه؟ شوربه لحمه. تطلع بقى لحمه ضاني، تطلع لحمه كندوز، مش دي القصه، بتيلو حتى، وان كان شوربه البتيلو بتبقى خفيفه ما تاكلش معانا في الموضوع ده، لكن شوربه بط دي لن تجدها غير في المنوفيه. وعندهم بقى بط بقى اللي هو البط البلدي ابو منقار احمر ده. لا انا لو فتحت في الاكل مش هخلص. اه يانا. طيب